بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة الحضور، أسعد الله صباحكم في هذا اليوم في هذه الشارة الثانية للموسم الثاني على التوالي، المدعومة من السيد الشتوي بن عبد الله التواها الهاجري وأخوانه الداعمين لسباق هذا اليوم. وهذه الشارة إن شاء الله ستكون سنوية، مدعومة من آل تواه، جزاهم الله خير، مشكورين على هذا الدعم اللامحدود، يعني جزاهم الله خير على هذا الدعم. ونشكر جميع الأخوة الحضور المتواجدين ونهني الأخوة الفائزين بسباق هذا اليوم، وتهنئة خاصة عارفة يا مشريد. طيب، اللي فازت بالمركز الأول في الشوط الأول الرئيسي اللي هي ذاخر للسيد عبد الله بن محمد بن حمد الكبيسي. عبد الله بن شتوي التواه الهاجري يكرم الفائزين في هذه اللحظات. عبد الله بن حمد الكبيسي انتزع هذا مجسم وهذا الكاس لأول مرة يعني في السباقات، يعني هذا الكاس، هذا المجسم يعني. الشوط الأول الرئيسي للقعدان نهاب للسيد جابر بن عبد الهادي البريدي، يقول سلام يا انصلال، سلام على هذا الفوز. نهني أهالي برزان على هذا الفوز. شكرا للسيد عبد الله بن شتوي التواه الهاجري. الشوط الاول الرئيسي، الشوط الثاني بكار اللي فازت الشوط الأول الرئيسي للبكار من مسافة 1200 متر اللي فازت في الشوط الأول الرئيسي الحصينية للسيد حمد بن هزاع، حمد بن هزاع أبو شريدة انتزع المركز الأول في الشوط الأول الرئيسي للبكار من مسافة 1200 متر. تهانينا والناموس ونهني السيد حمد بن هزاع ابو شريده في عاصمة الضباب لندن على فوز الحصينية بالمركز الاول، تهانينا والناموس. الشوط الاول الرئيسي للقعدان اللي فاز بالمركز الاول مرعوش للسيد علي بن سعيد بن حبيبة، تهانينا والناموس للسيد علي بن سعيد بن حبيبة على فوز السيد عبد الله بن سعد التواها الهاجري، يسلم الكؤوس في هذه اللحظات، يهني تهانينا والناموس للسيد سعيد بن راشد بن حبيبة وانجازه على هذا الفوز، وشكرا للسيد عبد الله بن سعد التواه الهاجري. افضل توقيت من مسافة 1500 متر زاخر للسيد
عبد الله بن محمد بن حمد الحبيسي افضل توقيت من مسافه 1500 متر. عبد الله بن محمد بن حمد الحبيسي اخذ البرج توكل على الله، الله معه. افضل توقيت من مسافه 1200 متر مرعوش للسيد علي بن سعيد بن حبيبه دقيقة و40 ثانية و13 جزء من الثانية. قلت هانينا والناموس. أفضل توقيت من مسافة 1200 سيد عبد الله بن سعد التواء الهاجري يسلم سعيد بن حبيبة وأبنائه الكاس. أفضل توقيت نقول هانينا والناموس، وشكرا لعبد الله بن شتوي والسيد فهد بن شتوي التواها الهاجري. الإخوة السودانيين كاسات الإخوة السودانيين، الفاز بالمركز الأول آدم حامد. آدم حامد فاز في الشاهينية بالمركز الأول في الشوط الأول الرئيسي للإخوة السودانيين، نقول تهانينا والناموس. السيد فهد بن سعد التواها الهاجري يسلم الكاس. الشوط القعدان للإخوة السودانيين الناوي للسيد أحمد الهميم إدريس. الناوي للسيد أحمد الهميم إدريس. أحمد الهميم إدريس شو اسمه؟ طيب سراب للسيد علي حميد انتزع المركز الاول في الشوط الاول الرئيسي للاخوه السودانيين، قلت هانينا والناموس. فهد بن سعد التواح يسلم الكاس، قلت هانينا والناموس. طيب شكرا للسيد شتوي بن عبد الله التواها الهاجري، وشكرا للسيد عبد الله بن شتوي والسيد وعبد الله بن سعد وفهد بن سعد. الاخوه الفائزين كلهم يجوا ياخذوا صوره جماعيه مع التواه. كل الاخوه الفائزين الإخوة الفائزين والداعمين لسباق هذا اليوم التواه السيد سعد بن عبد الله التواه الهاجري والسيد شتوي وفهد بن سعد وعبد الله بن سعد التواه الهاجري الداعمين لسباق هذا ومبارك بن سعد، وشكرا لهم على هذا الدعم اللامحدود، وشكرا لجميع الإخوة الحاضرين، ونهني جميع الإخوة الفائزين بالنواميس، وشكرا التواه على هذا الدعم.